مرحبا يا اخوي، تعال ندور. السلام عليكم يعني. اوه الاسهم كيف؟ مصطفى بموت، محطوط سهم بقلبي، بسهم براسي، سهم بكتفي. ايمهم ايمهم مصطفى ايمهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شباب جيمر ومصطفى، رجعنا لكم بحلقة جديدة في سلسلة انا واخي الصغير. كيف حالك مصطفى، شو اخبارك؟ الحمد لله، انت كيف حالك؟ تمام. طيب خلينا نفرجيهم ايش سوينا حاليا. سوينا عدة شغلات خلف الكواليس يعني. اول اشي حصدنا المزرعة وزاوجنا عنا هذول البقر. صار عنا بقر كتير. هو مش كتير، هذول شوي يعني. وعند مصطفى نفس الاشي، زوجت له اياهم كمان هون. في تلتين صغار. في عنده ساتهم صغار ما كبروا، اللي عنده انا اللي عندي كبروا. وحطيت كمان برضو خلف الكواليس اللي هو البوتيتو ينطبخ عندي. مصطفى عندك انت فود صح؟ طبخت. اوكي انا عندي هيك الوضع تمام. شوف فودك اشوف. عندك 12 بوتيتو. ايوه طيب طيب تمام تمام ممتاز. طيب شو رايك تحصد انت مزرعتك وتزرعها؟ احصد بس المزروع، بس المستوي. ايوه المزروع. هذا مستوي، يلا خذهم ارجع حطهم. وفي عندك هذول تمام زي هيك، وعندك هذول الباقي مش مستويات. لا مش مستوي هذول، لا تنطش عليه زي هيك بخرب. يلا حط السيد، حط السيد. مش هذا السيد، ايوه هذا رقعته، حط منه. ازرع كله، ازرع كامل. ايوه ممتاز. خلينا انا برضه ازرع اللي عندي هون، اخذ هذول عشان اذا نزاوج البقر كمان. بدنا نحاول نزاوج البقر كثير بحيث انه الفود اللحم يصير عندنا اكثر اشي، ونضلنا عايشين على الفود اللحم. بدناش فود البوتيتو والشغلات هاي يعني تحسوها هيك بتخلص الفود سريع، فاهم علي كيف؟ وبنفس الاشي بنحتاج الجلد للحركه هاي، نحتاج جلد بشغلة واحدة. مصطفى ممكن مش عارف لهلا ايش نسوي. راح نسوي آلة تطوير مع مكتبات. طبعا فيش عندنا احنا مكتبات، او فيش عندنا شجر، او اللي هو شو اسمه؟ كسب السكر والجلد عشان نقدر نسوي يعني مكتبات كثيرة. فمصطفى خلينا ننام اول اشي عشان في ليل اجا. طيب شو بدنا ننام؟ الدنيا ليل. اوكي لسه مش غايبة الشمس. طيب خلينا نشوف بقدر ازوجهم كمان. انا زوجتهم من زمان. ايوه زوجتهم عندي كمان، زوجتهم كمان. خليني اخذ برضه اكس بي كمان. اكس بي اكس بي يا حبيبي. طبعا هو فيش عندنا اكس بي، مصدرنا الاكس بي الوحيد اللي هو هذا 16. مصطفى ليفل 16. انا مت اكثر من مره، مصطفى ما ماتش. انا زوجت لك اياهم. كيف؟ خليني اخذ الاكس بي بس. تعاون اكس بي، تعاونك اكس بي. نتقتل على مين ياخذ اكس بي. روحنا بسرعه 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 بسرعه. وبرضه راح نسوي بيت مصطفى، نظبط له مصطفى بيته. انا كل شوي بحكي زبط بيتي زبط بيتي، راح نظبط لمصطفى بيته. اوكي اوكي. طيب هلا تعال راح نحتاج انا وياك نسوي. احنا فيش عندنا كسب سكر، لازم نروح نجيب كسب سكر. اتوقع شفغات. بدنا نروح على البويم اللي فيه سلايم كثير، هذاك نسيت شو اسمه، اتوقع اللي هو مستنقع. ايوه مستنقع ممتاز. راح نروح على بويه من المستنقع ونجيب كسب سكر. تعال تعال. مي ما بتخوف المي، اللي بخوف اكثر شيء اللي هو اللافا. اوكي في عندنا هون خنازير نتركهم، وفي عندنا هون بقر نتركهم برضه. نحتاج لقدام صوف. في شيء غير برتقالي. ايش؟ اوه بمكن بمكن بمكن. يب خلينا نجيب من البمكن لانه نحتاجه لقدام في المستقبل لما نروح نذبح التنين، نحتاج نحطه على وجوهنا عشان ما نموتش. ايوه تعال كسر كسر. كسر. ايوه ممكن نعمل لنا برضه مزرعه منه. ايوه كسر 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 كسر. خلي معك وخلي معي. اوكي اي شيء بنشوفه فوق هيك قدامنا. لا اترك الكهف هلا، بدناش كهف. تعال اترك هلا كل شيء قدامنا راح نشوفه راح ناخذه تقريبا. طبعا في هي رحله استكشاف لل او حمير. في حمير هون ولا بغل؟ هذا مش عارف هذا حمار ولا بغل، والله ما بعرف. طب بيهم في بقر كتير. ايوه هاي كسب سكر ممتاز. عندنا هون كسب سكر، خلينا ناخذ كسب السكر هذا. ايوه كسب سكر كمان. نحتاج كسب سكر كتير شباب، لان نسوي ورق ونحتاج جلد. بس اول يعني مش راح نحاول كل الورق هذا، راح نعمل لنا مزرعه بسيطه منه. مصطفى لا تروح، لا يعني بلاك تبعدش عني عشان نضلنا مع بعض ما نموتش. تعال. اذا لقيت سلايم، بتعرف السلايم انت صح؟ لون اخضر. ايوه زيت سلايم بدنا نذبحه عشان ناخذ منه السلايم تاعه، ممكن بالمستقبل نحتاجه. تعال ندور من هون. في بدنا كم كسب سكر يا مصطفى؟ بتعرف كسب السكر صح؟ بعرفه.
ايوه لون اخضر. لون اخضر يعني علي. بدنا منه كثير نجيب. اي في اي اسمع اي في اه روح جمعهم انت هدلك وانا بجمع اللي هون. طيب طيب هيك بنقسم المهام. واذا شفت في بقر احكي لي. هي في عندي كمان كسب سكر وجاي. عندك كسب سكر كمان؟ اه جمعه جمعه كله كامل متكامل بدنا اياه. مزروعه كثير. اه اللي هون المنطقه هاي بتكون مزروعه كثير. ايوه ممتاز. وبكون هون في على المتوقع بقر. في كائنات غريبه. وين الكائنات؟ شيء بيسبح. شو هذا؟ كائنات غريبه. اخطبوط. اه الاخطبوط سكويد. اه هذا اذا ذبحته بصير ينزل لون اسود زي الدم. اذبحوه؟ اه ما هو من ايش الوقت. اسمع الحبر من وين بنجاب؟ من الاخطبوط. اه هيك درسنا صح؟ في يوم كسب سكر خلص اللي عندي في. روح شقة مصطفى. اوه ليش كست هاي؟ غريبة. ما جمعنا احنا شجر من المنطقة هاي. والله غريب 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 غريب. كسرت انت شجر؟ لا. طب كل كل انت جوعان. قاعد بتضارب فيهم. بلا رحمة هيك تذبحهم. اه وين راحوا؟ ايوه تعال تعال هي عندي كمان هون انا. عاد غريبه بسيفر ارت مايز بدور عليهم مش بلاقيهم. هون بلاقيهم بسرعه. عاد ما بنحتاجهم يعني بالمره. اوف طلع لما طلع ما يدرو. ثاني بويزن. اعطاك بويزن؟ لا ما ثاني. كنت اتدمج. اطلع تنفس. اوه بيت ساحره. تعال شوف بيت الساحره. تعال اترك 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 بيت ساحره. هيو 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 بيت ساحر. لقينا بيت ساحر يا شباب والله. ايوه الساحر جواته. تعال شوفها. تعال 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 تعال. اي والله بيت. عشان نسوي نطلع لها نذبحها. يلا مع بعض نطلع. نطلع انا ومصطفى. انا بطيء. طلع الصوت طلع الصوت طلع الصوت. ما تطلع صوت يا مصطفى. شوف نطلع. يا روح روح كسر. روح 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 اذبحها. روح ايوه اضرب اضرب اضرب. وين راحت؟ هي اعطتنا عصاي. اعطتنا ستيك بس. خلينا ناخذ هاي. خلينا ناخذ هاي. نسرق بيت الساحره. كم رح نسرق؟ سرق بيت الساحره المسكينه. اوه هاي في بقر هون. جمع جمع. وانا في هون بقر بدي اذبح عشان ناخذ منه جلد. اتوقع قديش بنحتاج كتب عشان نقدر نسوي مكتبه كامله. المكتبة الكاملة والله ما بعرف قديش بتحتاج كتب. اتوقع 10 داير ما يدور 10 اتوقع 10 لا 15 15 ولا 18 والله ناسي. وهي المكتبة بتيجي هون. حلو نرجع بلوك لورا نيجي نحط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بنحتاج 12. حلو نحتاج 12 مكتبة. 12 مكتبة نحتاج منها قديش؟ او نحكي 12؟ لا نحكي 15 مكتبة. 15 مكتبة لازمها 3 كتب. اذا 15 ب 3 45 جلدة بنحتاج. طيب معنا 12 جلدة بس. هذا اتركه اتركه. تعال تعال هون يمكن فيهم بقر يا مصطفى عشان نذبح البقر. تعال. او سكلتون سكلتون سكلتون. شو جاب هذا بنهار؟ جانا نهار وجاي. من ضربني انت؟ اه شاف مصطفى تذبحني. شفت هاي مصطفى؟ أيه. هاي هاي لهم تسبح. شفتها هاي؟ اذبحها. هاي سمكة. طيب اذبحها. لا طلع شو اسوي فيها؟ ها خطفتها. خطفنا السمكة. خدت تشيمنت. اه والله خذ خذ شوف امسك هاي البكت. حطها على الارض. الارض؟ اه اسحبها. هاي هون هون اسحب. ولك اسحب المي اللي هون. ولك اسحبها. هي هي اضغط عليها هي كليك يمين. ايوه هات هات البكت. هات هات اعطيني اياه. خربت خربت المنطقة اللي هون حرام. هات اعطيني. ايوه تمام. رحلة استكشاف هاي يعني هي الرحلات الحلوة. عم بحس رحلات الاستكشاف هي احلى اشي الصراحة. بحب انا اروح استكشف اجيب شغلات. نفس الشيء مصطفى. ايوه بكت تمام. ايوه خليني اجيب سماكتي.
خروف اسود. خرفان ما نحتاجهم حاليا، نحتاج بس البقر. بقر؟ اه البقر، اذا شفت بقر اذبحه جيب اكله وجيب الجلد تاعه. بنحتاج 45 جلدة. ارانب؟ لا بدناش ارانب. طب ليش من بنى هذا الصخور؟ هذا بالبويم، هذا البويم خصوص هيك معمول، بيجي هيك الدير تاعه، بيجي هيك برضه صخور، بيجي شغلات حلوة فيه. ايوه تعال والله دور، عم بتأكد هذا البويم هو اكتر ايوه ميرا. السمكة بتموت؟ السمكة بتنهدأ؟ بتعيش باللاب السمكة بتقدر؟ خدها خدها غبية. تعالي ايوه جبتها. والله توقعت الدجاجة بتلحقني بس والله فكرت لحقتني. تعالي مصطفى تعالي تعالي. وين وين؟ حاول نلاقي بقر عشان ايش؟ منهم نلاقي كسب سكر، منهم نلاقي بقر عشان نجيب 45 جلد. نحتاج جلد كثير والله. اوه لقينا 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 بقر. انت بقرة. لقيت بقرة؟ ذبح ذبح. اشوف قد صار معي، معي 6 جلد، نحتاج اكثر من هيك، نحتاج تقريبا اوه بقر كمان كمان كمان. ايوه والله كنت عارف. ايش كيف تعال تعال انت تعال تعال. وينك مصطفى؟ اترك السكيلتون بحاله، دخل على الفايت تاع السكيلتون هذا مصطفى. ها 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 هجم اخوي، ها ذبحته. ها اوه اخذت ليفل. شفت بقرة زهرية؟ زهري؟ اه لا ما كيف بقرة زهرية؟ خروف قصدك؟ لا بقرة عليها هذا فطر. لا هذا خنزير، هاي خنزير هون، هاي في بقر هون، في بقر هون كمان. تعال نجيب بقر 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 بقر. جمع 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 ذبحهم ذبحهم. في كثير هون. اه احكي ما شاء الله خليهم يكونوا كثار. ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. تعالوا تعالوا. اي موتي موتي. احنا نسوي هذا التطوير حلو، ولكن اول شيء بنحتاج اللي هو الكتب والشغلات هاي عشان نقدر نسوي اللي هو هذا التطوير، ومنه نسوي لنا على ليفل 30 نقدر نلفل على ليفل 30 صح؟ صح. يا خبط خبط. ايه شط الدمج هاي وين راحت؟ وين؟ ماتت. بسم الله. تعذب فيها بتحكي مش راح تتدمج. تعال ندور من هون. اتوقع قديش معك جلد؟ حبة واحدة عند مصطفى. طب كيف قتلت بار مليان؟ ما اخذتش الايتم تاعتهم؟ ما اخذتش. طيب امشي امشي تعال. شكله رح نرجع اللي جمعناه حاليا هاد، ممكن نسوي فيه مكتبات تقريبا يعني زي هيك، بنقدر نسوي 4 مكاتب. والله لا جدا سيء، بدنا اكثر من هيك. تدن 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 تدن. دور 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 دور. بقر اين انت يا بقر؟ اين هو البقر مصطفى؟ هاي في بقر، هاي في بقر هون كمان. تعال تعال تعال. هاي كمان هون في بقر. يسعد الله يسعد الله يسعد الله. موتوا 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 موتوا. ايوه اشوف قد ايه جمعنا. صار معنا 18 واحدة بيعملوا. وينك انت؟ هاي الكريبر هاد. ايه لا 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 ما موت. الحمد لله ما متش. هذا؟ اه صفر لقلق. هذا اللي عندي؟ لا فجرت مصطفى واحد، مش عندك لا. عندي كان واحد وعندك واحد. طب تعال نلتقى. وينك 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 يا اخوي؟ انا رجعت لورا اجى الليل. نحاول نرجع منطقتنا نسوي آلة التطوير والمكاتب وننهي الحلقة، والحلقة الجاية ان شاء الله نكون احنا برضو مكثرين من البقر، نحاول نزوجهم اكثر عشان نقدر نذبحهم ونجيب منهم جلد ونقدر نسوي المكتبة عشان بالمستقبل نخش النذر. لازم نخش النذر على اشياء مطورة، سيف مطور، دروع مطورة عشان ما نموتش كمان مرة. شو عشان كمان كريبر عندك؟ اه شرادة شرادة طوال. طب شو احداثياتك؟ كيف بدك تيجي عندي؟ والله ضعنا. هاي مصطفى وينك؟ اخوي يا اخوي والله ضيعت مصطفى. والله بعرفش. استنى 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 حط هيك إيه. استنى خليني اضغط هاي واف 3. ايوه سالب 17 هو، اشوف سالب 17 ايوه، والثاني 255. اوه والله ماشي كثير مصطفى، ما بعد عني كثير.
طيب انت خليك محلك تقريبا، ما تشرد ما تبعد، بس دير بالك من الموبز. طيب راح نضلنا بالاتجاه هذا. ما في سكلتون عندي كمان والله تصدقوا. تعال 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 الله ياخذ. موت موت في اثنين. اثنين هذول والله. بموت 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 بموت. كيف ذبحتهم؟ واقف محله والله. السافر ملقلق والان ومصطفى ملقلقين مع بعض. بس لا انا كمان ملقلق. غريبة. انا لازم الاقيك هلا هون. هاي سالم 15 بس لسه 205. والله مصطفى ماشي كتير كتير يا مصطفى ماشي. ليش ضيعنا منطقتنا؟ لا ما ضيعناش منطقتنا صح؟ بس ضيعنا منطقتنا. في حل واحد، نذبح مصطفى ناخذ منه الاثيات ونيجي. هيك هيك مصطفى يلا. يلا تحرك. مرحبا يا اخوي. تعال ندور. السلام عليكم يا انتي. اوه الاسهم كيف؟ مصطفى بموت. محطوط سهم بقلبي، سهم براسي، سهم بكتفي. قيمهم قيمهم مصطفى قيمهم. قيمهم. خلاص امشي امشي. تعرف تقيمهم؟ ما تعرف. حنموت. اصبر خليني ندور من هون بعدين نرجع هيك الرجوع. انت وراي؟ اوعى تضيع. بدناش تضيعك كمان مرة. ايش في تحت بقر؟ هاي في بقر في بقر. تعال 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 تعال. بقر بقر بقر. بسم الله بسم الله بسم الله. ما اعطتني جلد. اعطتني جلد. نحكي ما اعطتني جلد. جيبه تعال تعال. اعطتني جلد. هاي تعالي. اعطتني جلد. في بقر ورا. شوف في بقر ورا. في ورا شجرة. فشي تعال يلا تعال تعال. هاني هون ايوه. في بقرة هون كمان. اذبح. اعطتك جلد؟ لا. اجي زومبي 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 زومبي. تعال اذبحهم. تعال 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 تعال. كل كل فوز ايوه. اذا صار عندي جلد. قديش بعملوا هذول مكاتب؟ 18 مكتب بسووا. لا 8 مكاتب والله محتاج اكثر. اعطيني اعطيني جلد الماك اشوف قديش صار معنا. بس طب خلاص خلينا نرجع. اوه هي في بقر في بقر. يمكن بطريق الرجوع ممكن نلاقي بقر كمان. حلو ممتاز ممتاز. معنا محله. ايه؟ بدك تعلم محلك. ملقلقين ملقلقين انا وياك. ممكن تلاقي شوية لاق. انا اسف على هذا الشيء. الله ياخذ النت. يعني النت وقت التسجيل بيخرب. انا عارف ليش. مش هتنضرب. انا ذبحتها. سامعت 32 قربنا على 45. بس هل هل ال يعني هدول القصب سكر. لا كتبي كتبي. هل القصب سكر هذا راح يكفي؟ نقدر نسوي المكاتب؟ تعال معي تعال امشي امشي. ببر عليك يا معلم. لا انا هيني هون. امشي. كريموس كريموس وينه؟ انا بتخبي ورا الشجرة. زومبي 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 زومبي. حروب حرب حرب حرب. هاي كمان زومبي هون. بيعيق طريقنا هذا. موت. ايوه خلاص وضع تمام. وضع تمام. يلا نرجع نرجع. اتوقع منطقتنا بالاتجاه هذا. اتوقع لحد علمي بالاتجاه هذا. او زومبي زومبي. عندك زومبي هذا الجديد. هي هي الزومبي الجديد تاع البحر هذا. ايوه اذبحوا اذبحوا. اوي اطلع اطلع تنفس اطلع تنفس اطلع تنفس. ذبحته. طيب ارجع ارجع ارجع. امشي امشي هيك ايوه. شوف مصطفى حسوي سبيع. طلع كيف بسبح انا. شايف كيف بسبح؟ ويي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 
برحب فينا وسكيلتون برحب فينا. خلينا نذبحه هذا. لاق لاق ارجع ارجع لاق يا غبي. لاق 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 لاقنا لاق لاقنا لاق لاقنا. بسم الله. فجر فيك. كيف انا دمجت؟ شو ملقلك فجرك اول ما شافك. ايش قاعدين نضربه؟ انا ضربته ضربته. تعال تعال من هون. كمان واحد. اوعى تطب للاندرمان هذا. اوعى تطب في هذا الوحش. قوي. تعال تعال نذبحه من هون هيك. هيك بيجينا بنذبحه. ارجع لورا ارجع لورا هيك من وانت بتخبي هون. اضرب معي. هون بالحقل هذا.
ابعد عن اخوي، ثاني بحات كمان. هيك لا ارجع 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 هيك من هون. ما بقدر يخش علينا عشانه طويل. رحنا اخذنا عين منه، اخذنا عين. تعال تعال اندرمان اندرمان. اي وحوش كثير، ابعد ابعد مصطفى عنهم، ابعد اشرد اشرد اشرد. والله انه وراي وحوش كثيره، وحوش كثيره والله. ايوه الكريبر تفجر. في زومبي صغير حيوان هذا. تعال تعال طيب تعال تعال. وينك؟ وين سرت؟ وينك؟ اشرد اشرد. لا اشرد 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 اشرد. نرجع منطقتنا خلاص. اي خلاص ممكن ندبح من البقر اللي عندنا شوي، نخلي بقرتين نرجع نزوجهم كمان مره. ممكن هذا الحل الوحيد عشان نقدر نسوي مكتبه كامله عشان نقدر نطور. تراكم اوف. ابعد عنهم ابعد عنهم ابعد عنهم. هذا جايين يا ايش بدك تموت؟ بدك تموت؟ لا ذبحوا بعض ذبحوا بعض. شفت كيف؟ خليني اخذ منهم هدول الاغراض. والله يخربنا العالم انا وياك. تعال تعال قرب المي الكريبر. اه اي امشي 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 اتركني انا ملقلق. ايوه هاي الحمير هدول اللي شفناهم بالبدايه. تعال 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 امشي مصطفى. هاي هاي مصطفى امشي تعال. تمام تمام انا شكلي اللي ملقلق. لا مصطفى اللي ملقلق، هو شحطه وانا اربع شحطات، انت اللي ملقلق. طب تعال امشي امشي معي. هاي 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 بيتنا هاي بيتنا هاي بيتنا هاي بيتنا. لقينا بيت. معك الشجر؟ اعطيني اعطيني اياه 43. اعطيني اياه كله. اوكي تمام. راح نسوي راح نزرع منه شوي. هاي هون تعال نزرع هون شوي منه عشان يضل عندنا، نقدر نجيب منه كمان لقدام نسوي كتب مطوره ندمجهم مع بعض. ايوه زي هون خلي هون بس كسب سكر هالقد. اذا بنحتاج كمان ممكن نيجي نجمع ناخذه يعني لانه بعد يطول بسرعه. اوكي نسوي لنا ورق، بعد الورق نسوي كتب. كتب وين الكتب؟ كتب غريب شو الكتب تنعمل هيك؟ اتوقع هيك وبرضه نحط كمان هيك وهيك. يب جلد عندنا كثير بس فيش عندنا ورق. الورق راح نستناه قبل ما يكبر الشجر هاد والبقر هذول راح يكبروا ونزوجهم. طيب نحتاج كمان شيء خشب. عندك خشب؟ عندك شوي. خليني اروح اشوف بيتي اذا في بيتي خشب. اوكي الدايموند برضه حضر الدايموند لمصطفى. ايوه حضر الدايموند وهي الاوبسيديان عشان اسوي آلة التطوير. اوكي فيش عندي خشب؟ ما عندي خشب. تعال 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 بيتك تعال. كم حبة دايموند لازم تاخذ؟ حبتين دايموند. خلي هاي هون ناخذ حبتين دايموند نرجع له الباقي. اوه اخذت اتشيفمنت الدايموند انا. انت انت لقيت دايموند بس انا ما اخذتهوش. ايش قاعد تضربني يعني عشان سرقتك؟ لا والله. اوكي مكتب واحدة قدرت اعمل. اوكي هاي آلة التطوير. آلة التطوير آلة التطوير. وين نحطها مصطفى؟ التطوير تاع شو رايك نحطها هون هيك بمنطقتك قريبه هيك حلو ونقدر زي هيك نعمل مكتبات حواليها ان شاء الله في الحلقات الجاي. هلا حاليا انا ومصطفى شو راح نسوي خلف الكواليس؟ مكتبه واحده. اه مكتبه واحده. راح نبلش نجمع خشب شوي. ليش؟ عشان نقدر نسوي مكاتب، وبعد ما نسوي مكاتب بكون هدول كبروا الشجر من من يعني من ايم منهم ناخذ منهم ونقدر نسوي ورق اكثر ونقدر برضه نتزوج هدول ناخذ جلد عشان نخلص يعني نعمل مكتبه كامله. انا عندي هون ديرت خلينا نسكر هاي ارقع هاي المنطقه. اوكي خلينا نجمع انا ومصطفى الخشب. حاليا برضه راح اسوي له خلف الكواليس اللي هو البيت تاعه اظبط له اياه عشان ان شاء الله الحلقه الجايه نبلش نطور اغراضنا ونحاول نحاول نروح الاند مش شو الاند لا نحاول نروح النذر. بس قبل ما نروح النذر لازم نعمل شوية كيفينج لأنه بنحتاج برضو دايموند عشان نقدر نجمع اوبسيديان بالبيكاكس الدايموند. صح مصطفى؟ صح. ما فيش عندنا دايموند احنا عشان نسوي كمان بوس ناخذ نذر ستار. شو تسوي؟ نذر ستار ناخذها. اه نذبح الوذر بوس. لا يا حبيبي سكلتون الوذر سكلتون قوي لازم يكون دروع دايموند مش دروع ايرون ودروع دايموند مطورة يعني تطويرات حلوة. المهم اتمنى الحلقة عجبتكم. لهون وصلنا نهاية الحلقة، لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، كان معكم اخوكم سايف جيمر ومصطفى. بأمان الله. وكمان شغلة نسيناها، الحلقة اللي فاتت وصلتوها 900 لايك، بحط لكم اياها رابطها تحت بالوصف، قلنا إذا وصلنا الحلقة الماضية 1000 لايك والحلقة هاي 1000 لايك راح
ننزل لكم فيس كام في السلسلة هاي إن شاء الله. يلا بأمان الله.